أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية المنافذ البرية أمام الشاحنات المحملة بالمساعدة الإنسانية المتجهة من معبر رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم، ولم يستقبل المعبر أي من الشاحنات على مدار اليوم. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حالة الاصطفاف لمئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة على امتداد الطرق المؤدية من المنطقة اللوجستية بمدينة العريش حتى مدينة رفح. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفح المصرية التي لم تغلق أبوابها منذ اليوم الأول لبدء العدوان على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية الإغاثية بمختلف أنواعها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. كانت تدخل يعني هذه المساعدات من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم لتدخل إلى قطاع غزة، ولكن قوات الاحتلال تستمر في نهج التعنت وعرقلة دخول هذه المساعدات، وفي بعض الأحيان منع دخول هذه المساعدات على الإطلاق من الناحية الأخرى. هذه المساعدات من مساعدات إغاثية، مساعدات غذائية، مستلزمات طبية، أيا كان المستلزمات اللوجستية التي يحتاجها قطاع غزة تمنع قوات الاحتلال دخولها من الناحية الأخرى. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا، هذا يأتي بالتزامن مع استمرار القصف المستمر على أماكن مختلفة في قطاع غزة وتحديدا شمال قطاع غزة، ولكن من هنا أيضا نستمع إلى يعني أصوات الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وأيضا قوات الاحتلال، واستمرار القصف أيضا على غرب رفح الفلسطينية، واستمرار استهداف أيضا الأماكن المختلفة سواء كانت لوجستية أو حتى أماكن مدنية أو الشبكات المختلفة. هنا نسمعها من أمام بوابة معبر رفح المصرية التي تحدث في رفح الفلسطينية. بالإضافة لذلك أيضا استمرار المسلسل الخاص بمنع دخول المساعدات إلى شمال قطاع غزة ضمن الخطة التي تنتهجها قوات الاحتلال بممارسة إما يعني القصف المستمر والقتل المتعمد للمدنيين في قطاع غزة، أو في بعض الأحيان منع دخول المساعدات الإغاثية لإجبار الفلسطينيين على التهجير أو لترك منازلهم في شمال قطاع غزة. لكن المجهودات المصرية برغم كل ذلك لا تتوقف في استلام هذه المساعدات وتجهيزها من 29 دولة و14 منظمة دولية، واستعداد لدخول دائم لهذه المساعدات من أمام بوابة معبر رفح المصرية. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم مرة أخرى.